اللهم صل على محمد. Haudanhar lahi PIS Sunan Ampel Ponpes Rahmatan Lil Alamin dan menyambut HSN 2019, semoga YPIS semakin jaya. Festival Salawat Bandari memperingati Hari Santri 2019 di Kota Nganjo yang bergengsi. Festival Solawat Banjari memperingati Hari Santri 2019 di Kota Nganjo yang bergengsi. Semoga mendapat syafaat Nabi dengan kami yang tampan-tampan ini. Inni
Litoha Zain. Wa hunaka da'uni, da'uni, da'uni ila al-habibi hudu عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني 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 فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني 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 حقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني 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 بايك. Itulah dia penampilan dari Grup Solat Al-Banjari An-Nahdia dari SMP Awahid Hasyim Teburang Jombang. Berikan tepuk tangan yang meriah.